السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر فيديو في الأنتيبيوتيك لو أنت في سنة أولى، ولو أنت حابب تعرف حاجات إضافية فهتلاقي في فيديو بعد دوت في تقريبا كامل التفاصيل وريفيجن بزيادات كتيرة جدا. خلاص؟ طيب، لكن لو احنا في سنة أولى فاحنا هيبقى دي آخر حصة. هنبدأ بحاجة اسمها الدراج ريزيستنس. يعني إيه دراج ريزيستنس؟ يعني unresponsiveness of bacteria to given antibiotic. البكتيريا مش هتستجيب للمضاد الحيوي اللي انت بتديه. يعني انت بندي العيان مضاد حيوي والمضاد الحيوي مش هيجيب نتيجة، لان البكتيريا عارف انت عمالة تقول زغزغني يعني ولا اي حاجة. فالبكتيريا شايفة المضاد الحيوي والمضاد الحيوي مش فارق معاها. ايه اللي ممكن يخلي البكتيريا تقدر تعمل كده؟ الميكانيزم هي متجمعة في كلمة permeability، بس لحد الايه بس؟ ممكن البكتيريا تعمل permeability defect. ما تخليش المضاد الحيوي يحصل له نفاذية ويدخل لداخل البكتيريا. وانت عندك مضادات حيوية مثلا، زي لو تفتكر الرسمة اللي كانت مرسومة هنا، عايزة تدخل عشان تشتأكت على البروتين سينسز زي الامينو جليكوزايد والتتراسايكلين والعيلة دي كلها. فازاي مضاد حيوي هيشتغل على البروتين سينسز والبكتيريا اصلا مش سامحاله انه يدخل؟ يبقى هي وقفت البرميابيليتي بتاعته. ايه انزيم يعمل ديستراكشن للانتيبيوتيك؟ ممكن انزيم يكسر المضاد الحيوي. واشهر مثال على الموضوع ده هو انزيم اسمه بيتا لاكتينيز، خدناه واحنا بنشرح السيل وول انه موجود في البيري بلازميك سبيس. طب البيتا لاكتيميز ده بيعمل ايه؟ بيكسر البيتا لاكتام رينج اللي في المضادات الحيويه بتاعت البيتا لاكتام انتيبيوتيك، فاكرهم؟ مين البيتا لاكتام؟ عزت والنجار بيدمروا الجدار، ازيتريونام وكاربابينيم وبنسلين وسيفالوسبورين. العيله دي كلها عندها حلقه شبه حلقه البنزين كده، ماشي؟ بتوع صيدله بيبقوا عارفينها يعني. الحلقة دي اسمها بيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج البيتا لاكتيميز بيكسرها، ماشي؟ بعدين ار ريسبتور الترنيشن، ريسبتور الترنيشن بتقدر تعدل في الريسبتور. واشهر مثال على الموضوع ده بكتيريا شهيرة اسمها ميرسا. بكتيريا شهيرة جدا اسمها ميرسا، حاجة كده بكتيريا مرعبة. كنت قلت لك على التجربة، حد يخصني مات بيها، كنت كتبت بوست على الموضوع ده. يعني ايه ميرسا؟ ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. ميثيسيلين ده مضاد حيوي من اسمه سيلين، يعني تبع مين؟ تبع البنسيلين. ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. ستاف اوريس دي اسم بكتيريا، فالستاف اوريس اللي بتريزيست الميثيسيلين دي عملت الحركة دي ازاي؟ غيرت الريسبتور اللي المضاد الحيوي جاي عشان يمسك فيه. ام ميتابوليك باثوي الترنيشن، ودي اشهر حاجة الريزيستنت للصلفة. ازاي يا دكتور؟ هي الصلفة كانت بتشتغل ازاي؟ فواحد هيروح فاكر يقول لي بس يا دكتور انا فاكر قوي، start with صلفة. الصلفة هتعمل competitive inhibition مع بابا. start من الصلفة وكان بابا بيدخن، فاكر؟ start with صلفة. فالصلفة كانت بتعمل competitive inhibition مع البارا امينو بنزويك اسيد. طب ماشي، كنت اسألك هو البارا امينو بنزويك اسيد كان بيعمل ايه؟ فتقولي والله البابا كان بيتحول اللي بيدخن نيكوتينيك، اللي بيتحول لفوليك اسيد، اللي بيتحول لبيورين، اللي بيدي ار ان اي ثم دي ان اي، صح؟ ماشي. بعض البكتيريا كان يوتيلايز الاوريدي بريفورمد فوليك اسيد. يعني ايه؟ مش عايزه الخطوتين دول. طب ده كده عملت ايه؟ عملت غيرت في الباثوي اللي انا فاهمه. يعني حضرتك فاهم ان الباثوي الطبيعي للبكتيريا انها تجيب بارا امينو بنزويك اسيد وتدخله جواها وتبدا في تصنيع السلسله برا امينو نيكوتينك فوليك اسيد. راح البكتيريا، انت خدت بابا امينو بنزويك اسيد؟ مش عايزاه، خليه لك.
انت هتعمل ايه؟ انا هجيب فوليك اسيد جاهز وهصنع منه البيورين وصنع ار ان ايه ودي ان ايه. واشهر ريزيستنس هي ريزيستنس بتاعت الصلفة. وبيجي سؤال ام سي كيو يقول لك البكتيريا which can utilize الاوريدي بريفورمد فوليك اسيد. البكتيريا اللي بتقدر تصنع الفوليك اسيد جاهز كان ريزيست ويروح حاطط لك اكتر من اسم مضاد حيوي بتريزيست مين؟ بتريزيست الصلفة والترايميثوبريم. خلاص تمام. ليه؟ لان الصلفة والترايميثوبريم بيشتغلوا على خطوات ما قبل الفوليك اسيد، يعني بتريزيست السبتازول او السبترين اللي حضرتك تعرفه اللي هو اللي طالع عليه شائع انه بتاع الزور ولا اي حاجه، هو ارخص مضاد حيوي بس مش اكتر. اي انزيم الترنيشن. يعني ايه انزيم الترنيشن؟ يعني انت جاي كمضاد حيوي بتشتغل على انزيم معين، البكتيريا برضه هتستغنى عن الانزيم ده خالص وهتشتغل بانزيمات تانية. ايه؟ ودي ارخم نقطة اللي شركات الادوية بتفضل شغالة عليها مع كل الادوية مش المضاد الحيوي بس، الا وهي اكتف بامب اوف دراج. يعني كل لما المضاد الحيوي يدخل البكتيريا تروح البكتيريا مطلعه. ودي في ادوية كده بيتحصل لها ريبالشن، والشركات الادوية بتبدأ تصنع كومبوننت اللي يخلي الحاجة لما تدخل الخلية ما تخرجش الا بصعوبة، وده اللي بيعلي سعر الدواء. فتيجي بقى الميديكال ريب ويشرح لك ويقول لك وحضرتك احنا ضفنا كذا وعملنا دراسات كذا، ويبدا يشرح لك الكيرف الايه اللي هم عملوه ان هو بيبطئوا عمليه الاكتف بامبنج اوف دراج. على فكره هي قصه وقصه سهله. ليه؟ لان انت ادي البكتيريا صح؟ وادي المضاد الحيوي. المضاد الحيوي عايز يعمل ايه؟ عايز يوصل لحد هنا علشان يمسك في ريسبتور، اللي من خلال الريسبتور دوت هيأثر على عمليات حيوية داخل الخلية او خارجها، صح؟ فهو بيقول لك ايه؟ اول حاجة ممكن البكتيريا تبعت انزيم يكسر ده، انزيم يدستراكت الانتيبيوتيك. طب منفعش، هتمنع المضاد الحيوي انه يدخل جوه الخلية برميابيلتي، او هتغير الريسبتور اللي هو كان جاي يمسك فيه، او هتغير الباثواي اللي هو بيشتغل عليه، او هتغير الانزيم تحديدا اللي كان بيشتغل عليه، او هتعمل له اكتف بامبنج بعد ما يدخل. يعني هو دخل وبقى هنا كده، هتروح مطلعه بره تاني. فدي قصة سهلة جدا. خلاص طبعا احنا بنشرح باختصار، لو انت عايز اضافات هتلاقي في الفيديو اللي جاي. يبقى دراج ريزيستنس الميكانيزم برميابيليتي ديفكت، برميابيليتي ديفكت، انزيم ديستراكت الانتيبيوتيك زي البيتا لاكتاميز، ريسبتور الترنيشن. يبقى الاول حاجه برميابيليتي ديفكت، مش هيدخل المضاد الحيوي. انزيم ديستراكت الانتيبيوتيك زي البيتا لاكتاميز بيكسر البيتا لاكتام، ريسبتور الترنيشن لانه مش هيمنع هيغير في شكل الريسبتور اللي كان الميسيسيلين جاي يمسك فيه، فتعمل اهم بكتيريا اللي هي الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. ميتابوليك باثوي الترنيشن، غيرت الباثوي ده، انت جاي وعامل حسابك ان انا ببدا من هنا، لا انا هبدا من هنا. فالخطوتين اللي انتوا كنتوا بتشتغل عليهم يا صلفا انت والتريميثوبريم بابا وبيدخن انا مش عايزه. تمام. انزيم الترنيشن، انت جاي تضرب انزيم محدد انا مش هشتغل بيه. اكتف بامب، بعد ما دخلت المضاد الحيوي البكتيريا راح تطردها بره تاني. خلاص كده دكتور. طيب الدراج ريزيستنس، دول الميكانيزمات تقريبا اللي بيدور حواليها كل الانتيبيوتيك ريزيستنس. هنسيب دي ونطلع للفقره اللي فوقيها في الكتاب، وهي مقارنه البنسلين بالامينوجلايكوزايد as regard to الميكانيزم and resistance. البنسلين ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ انه اول حاجه بيبايند في ريسبتور اسمه بي بي بي. يعني ايه بي بي بي؟ يعني بنسلين بايندنج بروتين،
بنسلين بايندينج بروتين دوت الريسبتور بتاع البنسلين، بعدين بينهبت الببتايد وجلايكان فورميشن بتاع السيلول. مش عزة النجار كانوا بيدمروا الجدار بقلم رصاص؟ طيب والترانسبيبتيديشن، طب تحديدا عشان خاطر افتكر كان بيشتغل على الانيشيال ستيج ولا التيرمينال ستيج؟ لا يا دكتور، كان بيشتغل على التيرمينال، اخر خطوات. بعدين اخيرا بيعمل اكتيفيشن اوف اوتوليتيك انزيم. يعني ايه اوتوليتيك انزيم؟ اي خليه ربنا خلقها في العالم بيبقى فيها حاجات ادوات تدمير ذاتي، حتى خلايا جسمنا هنعرفها في الاميونولوجي. يعني زرار كده في الخليه لما تدوس عليه تروح الخليه متدمره. بتتفرج على الافلام وحرق حروب الفضاء او ورك الطياره، فهو خليها في الفضاء اشهر حاجه، بيروح جاي داي الزرار كده بقى خلاص، اللي هو بينتحر في الاخر بقى كده، يروح جاي داي الزرار ويبدا بقى ايه التدمير الذاتي، ويبدا عد تنازلي كده مش عارف 30 ثانيه 29 وهكذا. يعني اي سفينه فضاء، طياره حربيه، مش عارف ايه، بيبقى فيها زرار عشان لما تتزنق تفجر كل حاجه خلاص. فهو دوت الخلايا حتى البكتيريا عندها اوتوليتيك انزيم. البنسلين بينشط الاوتوليتيك انزيم اللي بتدمر البكتيريا بنفسها خلاص. طب يا دكتور ازاي البكتيريا بتقدر تقاوم البنسلين؟ اعكس الوظائف دي. انت جاي تمسك في بنسلين بايندينج بروتين، ابسنس اوف بنسلين بايندينج بروتين ريسبتور، ما عنديش الريسبتور اللي انت جاي تمسك فيها، فساعتها البنسلين مش هيشتغل. بتنهبت الببتايدو جلايكان والترانسبيبتيديشن، يعني انت جاي تكسر السيلول بتاعي؟ لا، انا هكسرك انت قبل ما تكسرني. فبتطلع بيتا لاكتيميز انزيم اللي بيكسره هو. اكتيفيشن اوف اوتوليتيك انزيم، فيلير اوف اكتيفيشن اوف اوتوليتيك انزيم، يعني العلامه دي عندك كده بنستخدمها فيلير، يعني فيلير اوف اكتيفيشن اوف اوتوليتيك انزيم. طب يا دكتور امينو جلايكوزايد برضه بيجي يمسك في ريسبتور، بس الريسبتور بتاعه اسمه بي 12 ريسبتور، فينهبت الببتايد فورميشن، وكان تحديدا الانيشيال ولا التيرمينال؟ لا الانيشيال، اللي هو انيشيشن كومبلكس. مسريدنج اوف ام ار ان اي، مسريدنج اوف ام ار ان اي. طب ازاي البكتيريا تقدر تقاوم البنسل الامينو جلايكوزايد؟ برضو ابسنس اوف ريسبتور، برضو اسيتايليتنج انزيم يبوظه، واخيرا بيرميابيليتي ديفكت عشان هيمنع دخول الامينو جلايكوزايد اللي كان داخل يشتغل على البروتين سينسز، صح؟ طيب دكتور ايه الاوريجين اوف دراج ريزيستنس؟ يعني ايه الاوريجين؟ اي صفه، يعني مثلا انت بتقول لي يا دكتور هو انت عيونك ملونه ليه مثلا؟ فاقول لك عشان منط عينيها ملونه. تقول لي يا دكتور هو انت بشرتك سمره ليه مثلا؟ فاقول لك اصل انا بشتغل في الشمس فبشرتي سمرت. دايما لما انا اكتسب صفه فانا عندي ليها تبرير، سواء التبرير ده تبرير جيني جيناتك او تبرير مش جيناتك. فانت لما تيجي تسال بكتيريا ايه بكتيريا حلوه، امال انت بتعرفي ازاي تقاومي البنسلين؟ فهي هيبقى عندها اجابه من اجابتين، يا تقول لك لا ده الجينات انا ورثها عن امي، او تقول لك لا ده بص بقى يعني من كتر ما الزمن حط عليا ده نون جيناتك. يبقى في جيناتك وفي نون جيناتك. النون جيناتك، ولا نخلص الجيناتك الاول؟ نخلص الجيناتك الاول. الجيناتك سهله ليه؟ لان الجينات في البكتيريا شكلين، يا اما كروموسوم اهو، فاكر الكروموسوم؟ ده اسمه كروموسوم، وده البكتيريا خلاص هي عندها كروموسوم، فالكروموسوم المفروض انه ثابت. يا اما حاجات اكسترا فوق الكروموسوم، اكسترا كروموسومال، مش زينا احنا عندنا كروموسومات بس. الحاجات الاكسترا كروموسومال ممكن يكون عندها بلازميد او حاجه اسمها ترانسبوزوم، او يجي يحقنها بكتيريوفاج اللي انت خدته في الثانويه. فنفس الكلام الجيناتك، يا اما كروموسومال، يا اما اكسترا كروموسوم. فاروح سائلها سؤال اقول لها بس الكروموسوم ده ثابت، مش انت مولوده بيه واخداه من امك زي ما هو كده؟ فتقول لك لا انا عرفت اعمل في الكروموسوم ده ميوتيشن، فلما الكروموسوم حصل فيه ميوتيشن بقيت اقاوم المضاد الحيوي اللي كان بيموت امي زمان. تمام؟ طيب واكسترا كروموسومال، بص انا بصراحه لا كان ليا في مقاومه المضاد الحيوي ولا الكلام ده خالص، انا كنت بكتيريا طيبه وعايشه في حالي، بس جالي بلازميد عليه جينات بتاعت انتاج البيتا لاكتيميز،
ومن ساعتها وانا بقيت اقاوم البيتا لاكتام انتي بايوتيك. نفس القصه. طب البلازميد جالك منين؟ ممكن يطلع جاي لها فعلا، ودي حقيقه، جاي لها بكتيريوفاج، يعني اللي حقنها دي اصلا بكتيريوفاج. فالاكسترا كروموسومال قد يكون بلازميد، قد يكون فاج، قد يكون ترانسبوزون. هنعرف يعني ايه في الجيناتيك، مفهوم كده؟ ودي الجيناتيك، وكده اعتقد انها سهله. الجينات يا كروموسوم يا اكسترا كروموسوم، والاكسترا كروموسوم يا فاج يا ترانسبوزون يا بلازمت. طب النون جيناتيك، النون جيناتيك اربع حاجات، منهم واحده مش مكتوبه في الكتاب بس اقولها لك غتاته. ايه بقى؟ اول واحده اللي احنا بنقول عليها مش مكتوبه دي، اللي هي الانترنسك ريزيستنت. انترنسك ريزيستنس يعني ايه؟ انترنسك ريزيستنس يعني هي من الاخر ربنا خلقها كده. زي مين؟ زي مثلا انا عندي بكتيريا اسمها مايكو بلازما. المايكو بلازما ربنا خلقها، خلقها بدون سيل وول، ودي البكتيريا الوحيدة اللي فيها الحركة دي. طب بكتيريا ربنا خلقها من غير سيل وول، هتستجيب للبولي بيبتايد، جلايكو بيبتايد، بيتا لاكتام، والبيتا لاكتام عزة والنجار بيدمروا الجدار، هتستجيب؟ لا، دي بتريزيست. فلا، ايه مايكو بلازما يعني ينفع كده؟ يعني احنا مصنعين مضاد حيوي ومكلفين عليه وانت ما بتموتيش بيه؟ بتقول لك يا انت مصنع مضاد حيوي بيشتغل عليه على السيل وول يا ستي، ما هو انا ما عنديش سيل وول، فانت جاي تضرب ايه؟ فهي ما عندهاش سيل وول بقى، ولا ببتايدو جلايكان ولا الكلام ده، فبالتالي مش بتستجيب. ماشي. وفي مثال تاني، بكتيريا اسمها انتيرو كوكاي. كوكاي يعني بكتيريا مكوره، وانتيرو يعني عايشه في الانتستين. دي ما عندهاش الريسبتور بتاع السيفالوسبورين، يعني في مضاد حيوي السيفالوسبورين، هي ما عندهاش الريسبتور بتاعه، فما تحاولش. دي اسمها ايه؟ انترنسك ريزيستنس. في واحده تانية اسمها فيسيولوجيكال ريزيستنس، والفيسيولوجيكال او زي ما مكتوب عندك ان اكتيف ستيج. البكتيريا لو هي ان اكتيف، انت جاي تشتغل على ميتابوليك باثوي، او تشتغل على نيوكليك اسيد وهو بيتصنع، او سيل وول وهو بيتصنع، انت دايما في الغالب المضادات الحيويه جايه تشتغل على بكتيريا شغاله. طب لو البكتيريا ان اكتيف، يعني مثلا يعني انا قلت لك، بقول لك انا بتخنق قوي قوي من الواد عبد الرحمن ده، فانت قمت قايل لي طب دكتور ماشي، انت عايز ايه يعني؟ بص انا عايزك تروح تسد نفسه عن الاكل، وهو بياكل اصله بيقرف قوي، وهو بياكل ابقى اقعد هات في سيره كلام يقرفه من الاكل. فانت رحت قعدت مع الواد عبد الرحمن ده، فانت قاعد معاه فبتقول لي هو انا فكلمتك انت عرفت تقرف الواد ده؟ لا ما عرفتش. طب ما عرفتش ليه؟ فقمت قايل يا دكتور ما هو انت قايل لي ان هو هيتقرف وهو بياكل، وهو ما كلش. يبقى انت هتعرف تشتغل امتى؟ في حالة انه بياكل فقط. طب نفس القصة، البكتيريا لو هي inactive، وانا قايل المضاد الحيوي لما تلاقي البكتيريا دي بتشتغل كذا يبقى وقفها، هيعرف يشتغل؟ لا. لا ليه؟ اصلها مش البكتيريا inactive. ودي كانت الميكانيزم لو تفتكر، ان البكتيريوستاتيك بيوقف شغل البكتيريوسايدل. ليه؟ لانه بيدخل البكتيريا في حالة physiological resistance. البكتيريا داخلة في حالة physiological resistance، فمش هتستجيب لأي مضاد حيوي في الوقت ده. وصلك؟ اه صح يا دكتور. وده مثلا بيجي مع البكتيريا اللي بتشتغل تحديدا على الانتي ميكروبيا، اللي بيشتغل تحديدا على التي بي. لو التي بي inactive، وده في اغلب حالاته التي بي اللي هو بكتيريا الضرن، فانت تدي مضاد حيوي مش راضي يجيب نتيجة. فاقول لك هو ما بيجيبش نتيجه ليه؟ يقول لك اصل البكتيريا نايمه ما بتتكسرش دلوقتي. طب وبعدين؟ طب هي ما بتتكسرش ليه؟ اقول لك اصل مناعه المريض كويسه شويه، فالبكتيريا خايفه منه. عارف ممكن نعمل ايه؟ نروح مديهم اميون سبريسنت. ندي اميون سبريسنت يعني ندي حاجه تقلل مناعه المريض.
under umbrella of antituberculosis، يعني انا هسحب المناعه شويه فتروح التبي تتكاثر، وهي تتكاثر تروح انت جاي داخل عليها على طول بالانتيبيوتيك يموتها. ليه؟ اصل انا ما كنتش عارف اشتغل على الجينيريشن ده، فهشتغل على الاوفسبرينج، على النسل بتاعه. تمام؟ يبقى ده الفيسيولوجيكال ريزيستنس. النقطه الثالثه، لص التارجت. زي مين؟ في بكتيريا مثلا اسمها ال فورم. ال فورم دي كان لص السيل وول، هي عندها سيل وول، ربنا خلقها بسيل وول، بس هي بكتيريا ذكيه جدا، اول ما تشوف في حواليها مضاد حيوي جاي يشتغل على السيل وول تروح جاي قلع السيل وول، زي دكتور واقف في الاستقبال اول ما يلاقي مين الدكاتره ولاد تي تي الدكاتره، راح قلع البلطو وراح جاي رميه وقعد يشتم في الدكاتره. وكمان شويه اول ما البلطجيه مشي راح جايب البلطو ولابسه وبدا يمارس دوره في الحياه. فده حركه بتعملها بعض البكتيريا اسمها ال فورم، ماشي؟ دي نوع بكتيريا؟ لا مش نوع، يعني في حاجه اسمها استافيلوكوكس، دي بكتيريا لو قلعت السيل وول نقول دي ال فورم بتاع الاستاف، دي كده بتقاوم المضادات الحيويه اللي انا مديها لها دلوقتي اللي بتشتغل على السيل وول. النقطة الثانية اللي هو وولد اوف ان ابسس مثلا. يعني ايه وولد اوف ان ابسس؟ بعيدة عن مكان الريتش، بلا بلاش وولد اوف ان ابسس زي ما مكتوب عندك، ان هي بعيدة عن مكان الوصول بتاع المضاد الحيوي. زي ايه؟ زي مريض مثلا حاصل له ابسس او كيس دهني ملتهب ومليان او خراج، ايه الخراج ده؟ بكتيريا مستخبية جوه. فما قدامكش اي حل غير انك تفتح تعمل درينج وتخرج البص اللي جوه، لكن انت افضل ادي مضاد حيوي ماشي، بس البكتيريا مستخبيه جوه الابسس لان المضاد الحيوي ما بيوصلهاش. او واحد مركب شريحه ومسامير، واحد العظمه بتاعته كانت مكسوره، رحنا احنا جايين مقربين العظمه كده، دول الجماعه بتوع العظام، وراح جايب شريحه حاططها كده، هي دي الشريحه والمسامير يا جماعه دي فكرتها، وبيروح حاطط مسامير كده. بص بعد ما ركب الشريحه والمسامير لقى السكن والجرح راح فاتح والشريحه عماله تلمع كده، فيروح هو عشان يعني فيقول لك اصل جسمك رفض الشريحه، طبعا مفيش حاجه اسمها كده قوي يعني، ماشي؟ ليه؟ لان ده اصلا ان اكتف ومش انتيجينك. امال هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجسم ما بيرضاش يقفل على البكتيريا. طب ايه؟ في بكتيريا جت لوثت الشريحه دي. طب البكتيريا لوثت الشريحه، انا هديك مضاد حيوي هيوصل؟ لا لا. ليه؟ اصل انا بديك مضاد حيوي بيمتص ويمشي مع الدم لحد ما يوصل للتيشو، صح؟ طيب هو في بلاد سبلاي للشريحه والمسامير؟ لا. طب البكتيريا اللي واقفه على الشريحه والمسامير المضاد الحيوي هيوصل لها؟ لا. علشان كده البكتيريا بتبقى مستخبيه في البروسيسز دي، فمن الاخر ما بيبقاش ليها حل غير ان احنا نشيل البروسيس دي خالص ونسيب الجرح مفتوح ونفضل نغير عليه، لازم نشيل الفورين بادي ده. يبقى ممكن تكون البكتيريا بعيده عن مكان وصول الانتيبيوتيك. تاني بقى يا دكتور، الاوريجين اوف دراج ريزيستنس. الاوريجين اوف دراج ريزيستنس يا جيناتيك او نون جيناتيك. الجيناتيك يا اما كروموسومال او اكسترا كروموسومال. الكروموسومال هيحصل فيه ميوتيشن، الاكسترا كروموسومال بلازميد فاج ترانسفيوزن. طب النون جيناتيك انترنسك ريزيستنس، انترنسك ريزيستنس زي المايكوبلازما. مالها المايكوبلازما؟ ربنا خالقها من غير سيل وول، فهي هتريزيست السيل وول، هتريزيست الانتيبيوتيك اللي بيشتغل على السيل وول. وانتيروكوكاي ربنا خالقها من غير ريسبتور للسيفالوسبورين، فمش هتستجيب للسيفالوسبورين. طب فيسيولوجيكال ريزيستنس زي او ان اكتف ستيج اوف بكتيريا، لو البكتيريا نايمه انا مش هعرف اقلقها، مش هعرف اعمل لها حاجه، لان اغلب الشغل اللي بنشتغل عليه بيشتغل على اكتف باثويز، بيشتغل عليها وهي بتتحرك. او البكتيريا بعيده عن فقدت الحاجه اللي انت هتشتغل عليها، لوس اوف تارجت، التارجت اللي انت جاي تتارجته بالانتيبيوتيك هي فقدته، زي ال فورم لما فقدت السيل وول. او وولد اوف ان ابسس، او بعيده عن مكان وصول الانتيبيوتيك. جيناتيك خلاص تمام ماشي يا دكتور. جاي هنا سؤال بيقول لك ايه الدراج ريزيستنس مينيمايزد باي. اول حاجه ان انت لازم تدي جرعه كافيه من المضاد الحيوي. عارف السؤال بتاع
لو انت مش هتقدر تموته ما تضربوش، او عارف اللي حضر العفريت يصرفه، او بنفس النظرة دي. ما ينفعش تيجي على واحد وبعدين تروح جاي من ورا كده وروح جاي خبطه خبطة جامدة، هو هيعمل ايه؟ لازم هيلف ويبدأ يضرب فيك، لازم الخبطة تكون هتموته عشان تضمن ان مفيش رد فعل. فايه الفكرة؟ تبص تلاقي في واحد انت قايل له يا فندم هتاخد المضاد الحيوي ده 3 مرات كل 8 ساعات، هو راح واخده النهاردة وبعد 24 ساعة جاي ياخد حباية تانية، ما يحصل دراج ريزيستنس طبعا. انت بتدي مضاد حيوي ممكن يعمل انهيبيشن بس في الجروث عشان الدوز لسه صغيرة، فيروح داخل في فيسيولوجيكال ريزيستنس. خلاص، المضاد الحيوي لازم يتاخد بالدوز الستاندرد اللي انت بتبقى عارفها اوريدي من الدراسه بتاعت الفارماكولوجي. تمام كده ماشي. النقطه الثانيه ان انت تعمل الترنيشن بين 2 مضاد حيوي، بشرط ان يكونوا الاثنين مضاد حيوي ما بيحصلش ما بينهم كروس ريزيستنس، يعني مش شبه بعض. وان انت تقلل استخدام المضاد الحيوي في المستشفيات، وبرضه تعمل الترنيشن، يبقى معروف مثلا في بلان A وبلان B، وكل فتره بتقلب من بلان لبلان او من بروتوكول لبروتوكول. ليه يا دكتور؟ انا بس يا دكتور نفسي نفهم حاجه، هو ليه بتقولوا ان احنا لما نستخدم مضاد حيوي كتير هيظهر سلالات مقاومه للمضاد الحيوي؟ موضوع بسيط جدا جدا جدا. ابسط طريقه لو انا قلت لك ان انا عندي مضاد حيوي بيموت 99% من البكتيريا، ركز، انا عندي مضاد حيوي اهو، ادي السر اللي انا اخترعته، مضاد حيوي بيموت 99% من البكتيريا، المضاد الحيوي ده كده حلو ولا وحش؟ واحد يقول يا ده ممتاز، ده دكتور ده جميل، خلاص فكره حلوه. اقول لك على حاجه، احنا هنتفق مع وزاره مياه الشرب والصرف الصحي ان احنا هنديها كميات كبيره من المضاد الحيوي وتحطها في ميه الشرب. خلاص كده احنا وصلنا المضاد الحيوي لمين؟ لكل البشريه. كده كام في الميه من المضاد من البكتيريا ماتت؟ 99% من البكتيريا ماتت، اتبقى لك كام؟ اتبقى لي 1%. اسالك سؤال، ال1% اللي اتبقى ده ال1% الريزيستنت تو انتي بايوتيك ولا ال1% السنسيتيف تو انتي بايوتيك؟ لا يا دكتور، السنسيتيف مات. امال ده مين؟ ده الريزيستنت. الله ينور عليك. بقى عندك عايش على كوكب الارض مين؟ الريزيستنت ولا السنسيتيف؟ لا الريزيستنت. طب لما واحد يجي لك عنده عدوى المره الجايه، انت عارف هو يبقى عنده عدوى بالريزيستنت ولا بالسنسيتيف؟ لا، من غير ما يقول، بالريزيستنت. طب وانت كده استفدت ايه؟ ما انت كده خلاص قضيت على السنسيتيف بكتيريا اللي احنا بنعرف نعالجها، وبقت الفرصه الوحيده موجوده فقط للريزيستنت. اه تصدق صح، ايوه صح طبعا. الريزيستنت بكتيريا هي اللي هتنتشر، ودلوقتي اللي بقى موجود على الكره الارضيه 100% بكتيريا ريزيستنت. فانت كون ان انت عمال تدي مضاد حيوي عمال على بطال، فانت كده بتقلل كل، بص انت قضيت على كل البكتيريا السنسيتيف وسمحت فقط للبكتيريا الريزيستنت انها تعلى. مثال زمان مثلا، انا ما بحبش الاغاني طبعا عشان حرام، ولكن زمان مثلا كانوا بيسمعوا اغاني شويه تحسها راقيه، يعني شويه بيسمعوا ام كلثوم، بيسمعوا مش عارف عبد الحليم، فكانوا الناس دول هم اللي ليهم الرواج، وفضل في ناس فعلا مكمله على اسلوبهم حتى الان وبيغنوا الاغاني دي، وفي ناس بتسمعهم. ايه اللي حصل؟ الناس دي ما خدتش فرصتها، او انت قبضت عليها، او انت موتتها، او انت حرقتهم، فراح ظاهر لك مين على الساحه لانهم بيتسمعوا كتير، مش عايز اقول اسمائهم بصراحه في الفيديو، تمام؟ فالاسامي اللي انت عارفهم دول، وهم دول اللي انتشروا، بقيت انت مجبر تسمعهم. واحد شكله وحش كده وطالع بيغني. خلاص؟ فانت لما بتقضي على فئه السنسيتيف مش هيتبقى لك غير الفئه الريزيستنس لانك اديتها فرصه. مفهوم يا دكاتره؟ فاسهل طريقه للريزيستنس او انتشار البكتيريا الريزيستنس هي دي. طبعا في بيبرز كتير بتتكلم عن ان البكتيريا لما بتشوف بكتيريا تانية ماتت بتقدر تاخد معلومات
وتطور في نفسها علشان تقدر تقاوم الطريقة اللي البكتيريا القديمة ماتت بيها. ولكن الطريقة الأسهل والأسلس واللي أنت هتتقبلها بمنتهى السهولة إن أنت لما بتقضي على البكتيريا السنسيتيف مش بيتبقى لك فرصة غير للبكتيريا الريزيستنت. تمام؟ طيب. يبقى ده الدراج ريزيستنس مينيمايزد بالطريقة دي. إيه الفاكتور أفكتنج الأنتي ميكروبيال دراج؟ يعني كمية الأنتي بيوتيك وكمية الإنيكولوم والبي اتش والمش مش يعني الكلام اللي هو بتاع الفارماكولوجي ماشي، فده مش كلام انا مش شايفه محل قوي اسئله. يعني بتستخدم المضاد الحيوي في ايه؟ احنا ممكن نستخدم المضاد الحيوي في شكلين، يا اما تريتمنت او بروفيلاكسز. يبقى انا ممكن استخدم المضاد الحيوي في علاج بكتيريا انا عارفها انها بكتيريا، وممكن استخدمه كبروفيلاكتيك انتي بيوتيك. ولكن البروفيلاكتيك اللي هو للوقايه، يعني انت ممكن تستخدم تريتمنت ماشي، دي لوجيك، واحد عنده بكتيريا هديله مضاد حيوي، ممكن تستخدمها بروفيلاكتيك. ودي بقى اي واحد يا معلش مخه في الطراوه خالص، وبعدين كل ما يخش له مريض يروح جاي مضاد حيوي، فتيجي تقول لك يا عم هو بروفيلاكسز، مفيش حاجه اسمها كده، ما انت كده بتعمل دراج ريزيستنس وبتحمل العيان كوست هو في غنى عنه، بتحمل جسم العيان كوست في الميتابوليزم بتاع الدواء دوت والاكسكريشن و بتحمله كوست عالي جدا هو في غنى عنه. البروفيلاكسيس بيبقى ليها قوانين، تفسيرها في الفيديو اللي انا قلت لك انه في تفاصيل عشان بس مش عايز ازود عليك انت كسنه اولى يعني. فالبروفيلاكسيس لا ليها قوانين، وانت مش من حقك تكتب مضاد حيوي لاي عيان وخلاص بحجه انك بتعمل بروفيلاكسيس، والا هتكتب له الصيدليه كلها، هتقول له بص بقى خد الادويه دي كل دي بروفيلاكسيس للجرام بوزيتيف، ودي للجرام نيجاتيف، ودي للجرام بوزيتيف اللي ما بتستجبش للاولاني، ودي للجرام نيجاتيف اللي ما بتستجبش للثاني، ودي للانيروبيك، ودي للانيروبيك اللي مش هتستجيب، وده عشان لو ما بيجيلكش السكر برضه، وده عشان ما يجيلكش الضغط، وده عشان الميه ما فيش حاجه اسمها كده. ولكن لما بيبقى جاي لك مريض سسبتبل للانفكشن او بالقوانين الثلاث قوانين معينه كده معروفه، مريض مثلا مخالط لحاله التهاب سحائي، ساعتها هديله مضاد حيوي ضد الالتهاب السحائي عشان مش هغامر واستنى لحد ما يجيله الالتهاب السحائي. الدراج كومباينيشن ينفع ندي اثنين مضاد حيوي؟ طبعا. ليه؟ لان لما بتدي اثنين مضاد حيوي ممكن يعمل سينرجيستيك افكت، فانت كده كسبت. يعني ايه سينرجيستيك؟ يعني الاثنين يقووا بعض. كمان بتديه في السيريس انفكشن ان انت اصلا ما عندكش اي مقدره انك تتحمل الريسك بتاع الانفكشن دي. واحد عنده سيريس انفكشن هقعد استنى هو ده جاب نتيجه ولا ما جابش؟ فلازم هتدخل له بكومباينيشن. وبرده في حالات الميكسد انفكشن، لو الشخص دوت انا عارف انه فعلا واقع عليه سقف اكسكيوز مي ستابل او زريبه، فانا عارف انه دخل له كل انواع البكتيريا، فانا لازم هدي اكتر من نوع مضاد حيوي. زي ما قلت لك بندي تريبل انتي بيوتيك، انتي بيوتيك يشتغل على الجرام بوزيتيف، انتي بيوتيك يشتغل على الجرام نيجاتيف، انتي بيوتيك يشتغل على الانيروبيك بكتيريا. فيبقى انا بديه عشان السينرجيستيك افكت، عشان السيريس، عشان الميكسد انفكشن، وكمان بيقلل الدراج ريزيستنس. ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا في مضاد حيوي البكتيريا مش راضيه تدخله، فادي مضاد حيوي يكسر السيل وول، ومضاد حيوي يعمل بنتريشن. شفت القوه؟ يعني انت هتعمل ايه يا دكتور؟ هدي انتي بايوتيك، انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك دوت مثلا البنسيل، فالبنسلين يزود البرميابيليتي بتاع الامينو جلايكوزايد. مش الامينو جلايكوزايد عايز يدخل يشتغل على البروتين سينسز؟ انا هدي بقى بنسلين يروح خرم له خرم في السيل وول، يروح داخل وراه الامينو جلايكوزايد، البكتيريا مش هتلحق تريزيست ده ولا تريزيست ده. تمام؟ اودي حاجه تشتغل بسيكوينشال بلوك، مضاد حيوي يضرب ده ويضرب ده، فبيعمل سيكوينشال بلوك، ده كله بيقلل الدراج ريزيستنس. ميجرمنت اوف انتي بايوتيك سنسيتيفيتي، الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي بنقيسها ازاي؟ بص يا سيدي، احنا بنجيب طبق مزرعه اسمه بيتري ديش، اطباق ازاز كده في نفس الحجم ده، وبنبقى حاطين عليه ماده عشان البكتيريا تنمو عليها. خلاص؟ بروح جايب البكتيريا اللي بتاعت العيان اللي انا عاوز اختبرها، واروح جاي حاطط البكتيريا، ركز، بالشكل ده. انت شايف حاجة؟ لا. امال ايه؟ انا لوثت المزرعة كلها بالبكتيريا، فالمفروض طبيعي بكرة الصبح هلاقي المزرعة دي كلها راح طالع عليها بكتيريا غمقت. خلاص؟
واروح جايب اقراص مضاد حيوي، عارف الخرامه بتاعت الورق اللي هي بتخرم خرمين بعاد عن بعض مدورين كده؟ اه، بتطلع حته ورقه مدوره كده، هي دي بالظبط قرص ورق، قرص ورق بيمثل مضاد حيوي. بحط قرص ورق هنا ده عليه مضاد حيوي فعلا، وقرص هنا وقرص هنا وقرص هنا وقرص هنا. ايه القرص ده؟ ده ديسك فيه مضاد حيوي. الديسك ده مثلا فيه مضاد حيوي A، وده فيه مضاد حيوي B، وده C، وده D، وده E. تاني يوم الصبح هلاقي المضاد الحيوي او البكتيريا طلعت، طلعت بالمنظر ده. بص الأزرق ده بكتيريا، لاحظ حاجة، البكتيريا ما قدرتش تقرب من بي وطلعت وركبت فوق الاي والاي وقربت سنة من السي وما قربتش برضو من الدي. ده معناه ايه؟ ان البكتيريا سنستيف للبي والدي لدرجة مش قادرة تقرب منهم خالص، فده ديسك عليه انتي بيوتيك، والديسك بيروح عامل ديفيوجن للمضاد الحيوي فموت كل البكتيريا اللي حواليه. الحته دي اسمها انهيبيشن زون، بنقيسها فعلا بالمسطره يعني بنقيسها بالملي كده ونشوف اكبر انهيبيشن زون، يبقى ده احسن مضاد حيوي اثر على البكتيريا. طب وده يا دكتور؟ يا عم ده البكتيريا ركبت فوق، البكتيريا طلعت عليه، فده طبعا البكتيريا بتريزيست المضاد الحيوي A وC ومودريت ريزيستنس A وE ومودريت ريزيستنس للسي. ماشي، الطريقه دي اسمها ديسك ديفيوجن، ديسك ديفيوجن. نفس الفكره في تيست اسمه اكسبونشال تيست او اي تيست، ده جايب الشريط بتاع المضاد الحيوي، مضاد حيوي واحد اهو، وحاطط فيه تركيزات من 100 لحد صفر، يبقى ده شريط وتركيزات، ونشوف بقى هو تركيزه هو 100 ولا تركيزه هو كذا، والتركيز عمال يقل. فنلاقي البكتيريا بتكبر او بعدت عن المنطقه اللي فيها تركيز عالي، وبعدين عماله كل ما التركيز يقل هي تقرب 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 لحد ما يمسك هنا. نفس القصه، تقرب 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 لحد ما يجي هنا. بشوف الرقم ده لقيته 50، ده معنى ايه؟ ان اقل تركيز قدر يعمل انهيبيشن للجروث بتاع البكتيريا هو 50، فسميتها المينيمال انهيبيتوري كونسنتريشن. مينيمال انهيبيتوري كونسنتريشن يعني المضاد الحيوي ده اقل تركيز عمل انهيبيشن للجروث كان عند 50 اللي البكتيريا شاورت عليه. ركز، البكتيريا في المنطقه البيضاء دي ما قدرتش تنمو، وعماله كل تقرب تقرب على حسب الكونسنتريشن لحد ما لمست الشريط في نقطه. الشريط ده اصلا تركيزاته تنازليه يعني من 100 لحد صفر. خلاص، التيست ده اسمه ايه؟ اسمه اي تيست، اسمه اي تيست. في ديليوشن ميثود دي هشرحها عملي احسن، وفي اوتوميشن ده اجهزه شبه الجهاز اللي بيقيس سي بي سي وجهازات واجهزه الكيمياء وخلافه، جهاز بنحط فيه المزرعه بالمضاد الحيوي بكذا وهي بتطلع لك المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. طب ماشي يا دكتور، ايه الكومبليكيشن بتاع الانتي بيوتيك؟ الكومبليكيشن اوف انتي بيوتيك كلمه ديتس، ممكن المضاد الحيوي ده هو نفسه يتسبب في دراج ريزيستنس. وفهمنا ازاي بالفكرة دي؟ يعني احنا فهمنا من الفكرة دي ان انا لما اديت مضاد حيوي موت 99% من البكتيريا، ما تبقاليش غير 1% اللي هو الريزيستنت تو الانتيبيوتيك. تمام؟ ايه؟ الرجي. المضاد الحيوي بيعمل حساسية ودايما تبقى
موضوع مرعب جدا، ودايما بحذر الطلبة ممنوع تدي حقن انت بنفسك اصلا في البيت، وممنوع تدي حقن مضاد حيوي وريد الا في المستشفى، لانه ممكن يخش منك في اليرجي او انافلاكتيك شوك ويموت بين ايديك وانت ما تقدرش تعمل له اي حاجة. تي توكسيستي، زي ما قلنا كده ان الامينو جلايكوزايد بيأثر على الكلى. اي ايرلي يوز اوف انتيبيوتيك ليد تو ماسكينج اوف دايجنوزيس. استخدام المضاد الحيوي بدري، يعني انا بص هقول لك انا ايه القصه ماشيه ازاي. المفروض ان المريض لما يحصل له انفكشن فهيسخن مثلا ويكح كحه جامده والكحه تبلغم ويصدع وعينيه تحمر وجسمه يتكسر وينام في السرير ويطلع في جسمه اجسام مضاده. سمعت الكلام الكتير ده؟ تاني كده، عدوى اكس، احنا انت ما تعرفش هي ايه، عدوى انون كده. العدوى الفلانيه دي اللي احنا اللي هي الايميجينري دي او التخيليه، لو جت للمريض هتخليه كح كحه بلغم شديده جدا، وهتخلي جسمه يبقى مكسر جدا، وهيطلع له سخونيه وبيطلع ريش على جسمه وعينيه بتحمر وبيصدع. ولما ده كله بيحصل بيطلع له انتيبادز في الدم بنلاقيها بكميه كبيره، فكده احنا شخصنا المريض ده. لو المريض ده دوبك بس حس ان هو عنده عدوى راح واخد مضاد حيوي، هيجي لك بس عنده سخونيه وكحه خفيفه، هاجي اشوف الاجسام المضاده هلاقيها قليله، هتشخصه المرض الحقيقي؟ لا لا. ليه؟ لان صوره المرض مش كامله بالنسبه لي، مش دي الصوره اللي انا بشخص بيها. فكده استخدام المضاد الحيوي بدري عمل لك ماسكينج للدياجنوزيس، سواء الدياجنوزيس كميه البكتيريا اللي جوه جسمه او كميه الاجسام المضاده اللي جوه جسمه او كميه الاعراض، كل ده هيقل، فانت مش هتشخصه التشخيص الصحيح. ماشي يا دكتور بس مصلحه، هو الراجل الديزيز خفيف. ماشي بس انا ما شخصتوش. التشخيص ده يا جماعه هو اهم حاجه، اهم من العلاج التشخيص. انت لو وصلت للتشخيص هتعالج مظبوط، هتبريفنت الديزيز مظبوط. يعني انت ليه بتبقى عاوز تشخص الحاله ان هي كورونا؟ مش بس عشان تعالجه، مش بس علشان تعالجه، اصلا ممكن يكون هو لما يبقى عنده كورونا اقول له ارتاح في السرير ونام واشرب مشروب دافيه فتخف. لكن هو ممكن يكون عنده شيست انفكشن تانيه غير الكورونا، لازم اشخص انها مش كورونا علشان اعالج التانيه. النقطه التانيه ان انا لما بشخصه انه كورونا بحذر المخالطين ليه ان هو ما يخالطوش غيرهم. يبقى التشخيص مش بس ان الشخص ده يخف، التشخيص ليه دواعي كتير. لما بعرف ان هو كورونا فاقول له مثلا انت جاي لك كورونا وانت كنت فين؟ انا كنت في المستشفى. طب انت يبقى انت وريني بقى كده الكاميرات، ايه ده انت قلعت الماسك هنا، انت قلعت البدله بتاعتك هنا، انت اتعاملت مع العيان دوت بشكل كذا. التريسنج اوف سورس اوف انفكشن ومعاقبه المخطئ. التشخيص مش بس عشان المريض يتعالج، التشخيص ليه اهميات كتيره جدا جدا جدا. اس سوبر انفكشن، ودي بقى يعني بص عشق، سوبر انفكشن زي حاجه اسمها انتي بيوتيك اسوشيتد دايريا، ودي كيس مهم جدا. الانتي بيوتيك اسوشيتد دايريا، بيجي لك طفل يقول لك يا دكتور الولد سخن بقاله اسبوعين، وبعدين يا دكتور ده قصه حقيقيه، انا بقول لك على قصه حقيقيه. عمته بتديله مضاد حيوي، اصل عمته شغاله ممرضه في الوحده الصحيه وبصراحه بتعرف تجيب لنا مضادات حيويه، فجابت مضاد حيوي وعاملين ندي مضاد حيوي، الواد حرارته ما بتنزلش، بس مش ده اللي قلق. ما اللي قلق يا ستي؟ الواد دلوقتي عنده اسهال. شوف يا دكتور اللي في بقه في بتاع ابيض كده طالع له في بقه. الحاجات الاسهال والبتاع الابيض اللي طلع ده مش العدوى اللي عامله له حراره من 14 يوم، امال ده ايه؟ ده بسبب الانتي بيوتيك، اسمها انتي بيوتيك اسوشيتد دايريا. لو وقفت المضاد الحيوي الشخص ده هيخف. لا يا دكتور وضح وضح. بص يا سيدي تعالى هنا كده، انت عايش في الانتستين بتاعتك بكتيريا اسمها ايه وبكتيريا اسمها بي وبكتيريا اسمها سي وبكتيريا اسمها دي بكتيريا اسمها اي بكتيريا اسمها اف بكتيريا اسمها جي. حضرتك بتدي مضاد حيوي انتي بيوتيك
اسمه ايه؟ اسمه اكس. هل انت متوقع ان المضاد الحيوي هيموت كل البكتيريا دي؟ لا. امال ايه اللي هيحصل؟ المضاد الحيوي هيروح مموت البكتيريا الاي والدي والجي والاي، او المضاد الحيوي شغال اهو بص، والبي والاف. ايه ده؟ ما موتش السي. السي لقت المساحه حواليها فاضيه راحت عامله كده. دي مين؟ دي بكتيريا اسمها سي. بس البكتيريا اللي اسمها سي دي هتعمل لك اسهال. طب ايه يا دكتور، ما هي ما كانتش عامله لي اسهال قبل كده، انت مش بتقول ان هي كانت عايشه في بطني؟ ايوه كانت عايشه في بطنك. طب امال ليه ما عملتش اسهال؟ حبيبي هي ما عملتش اسهال لان البكتيريا اللي حواليها اللي كانت عايشه في المناطق دي لو تفتكر، واللي في المناطق دي كانت عامله لها انهبيشن، تقول لا لا معلش خليكي في منطقتك. فكلهم كانوا عاملين انهبيشن للبكتيريا اللي هي السي. فلما انت موتتهم راحت البكتيريا كبرت وراحت عامله انتي بايوتيك اسوشيتد دايريا، ودي بكتيريا يعني اسمها كوليستريديم ديفيسيلي. لما عملت انتي بايوتيك اسوشيتد دايريا علاجها الوحيد ان انت توقف المضاد الحيوي. اقول لك على حاجه، احيانا دي معلومه اضافيه ليك، لما بنوقف المضاد الحيوي ما بيخفش، فراح مديها مضاد حيوي اقوى ليها هي يموتها هي لوحدها برضه ما تخفش. عارف بيعالجوها بايه؟ بيعالجوها بستول. عارف يعني ستول؟ براز. ستول ترانسبلانتيشن، هننقل لها براز. ليه؟ عشان البراز بيحتوي على البكتيريا دي اللي كانت عامله لها انفكشن، اللي كانت عامله لها انهبيشن للبكتيريا. يعني بنلاقي ان ما عندناش حلول، انتهت حلول الارض بقى خلاص، فما بقاش فاضل غير الحلول دي. ان انا هجيب براز من شخص عايش في نفس يعني مثلا هو انقله من زوجته. براز يا دكتوره تنقله ستول؟ ايوه ستول ترانسبلانتيشن. ليه؟ باخد الستول ده علشان هو بيحتوي على البكتيريا الوحيده اللي عندها القدره انها توقف دي عند حدها. عشان تعرف ان استخدامك للمضاد الحيوي عمال على بطال مش حاجه، مصيبه مصيبه مصيبه. واشطر دكاتره اطفال اللي بنت بتبص في روشتتهم ما تلاقيش دواء اصلا، مش ما تلاقيش مضاد حيوي، لا ما تلاقيش دواء اصلا. تلاقي هو جاست اكتفى بهيلث اديوكيشن، علم الام ازاي بس تعمل لابنها كذا وازاي تسوي كذا وهو مش هيرجع. الترجيع ده مش معناه انفكشن. ازاي تعمل له كذا وهو مش هيسهل. الاسهال ده مش معناه انفكشن. ازاي وهكذا، ازاي تعمل له كذا وهو مش هيرشح. الترشيح ده مش معناه انفكشن وهكذا. خلاص يبقى انت دي حاجة من أو مشاكل المضاد الحيوي، إنها بتؤدي إلى دراج ريزيستنس، بتؤدي إلى أليرجي، توكسيستي، إيرلي يوز أوف أنتيبيوتيك بيضيع لك التشخيص، سوبر إنفكشن زي ما حصل في الأنتيبيوتيك أسوشيتد دايريا. أتمنى تكون الحصة كانت مفيدة ليكم. وتاني اللي عايز كلام زيادة هيلاقي فيديو رابع موجود، بس الفيديو مش مطلوب منك كسنة أولى. باي.